ساندرا خير صهيون، اهلا وسهلا فيك. موضوعنا اليوم رح يكون ستيت اوف ارت جاليري، ستيت اوف ارت جاليري بسد البوشيه المدينه الصناعيه، وحضرتك مهندسه داخليه ورسامه بنفس الوقت. خبرينا هالستيت اوف ارت جاليري هي اليوم عم تعرض بس كل البروجكت يلي انت بتعمليها، خبرينا عن هالفكره. ستيت اوف ارت جاليري بتعرض البينتينجز والفرنتشر ديزاين، واكيد هي نوع من اكستنشن للمكتب تبعي كهندسه انتيريو ديزاين. انت بلشتي مهندسه داخليه انتيريو ديزاين، وبعدين قررتي ترسمي؟ لا، انا من وقت ما صغيره برسم ترسمي وبحب هالشغله. وبتعرضي؟ لا، بلشت اعرض من شيء 3 سنين بس، ودرست هندسه الديكور اذا بدك بالألبا، ومع الوقت اشتغلتها، وشوي شوي بلشت اشتغل فرنتشر ديزاينز، وكل هالوقت ما نسيت البينتينجز، وهلا حبيت فوت فيها بطريقه بروفيشنال اكثر. واليوم بستيت اوف ارت جاليري اللي لك خاصة وانت اليوم انت بس عم تعرضي فيها، رح اكيد بعدين نحكي اذا بتستقبلي فنانين تانيين، بس هون فيك تعرضي انت ومرتاحة، تعرضي اللي بدك اياه، ما يكون في عندك اي شروط على معروضاتك. اكيد، اولا المكان هو مصمم، انا مصممته، ومشان اوقات لوحات تكون كبيرة مش دائما فيك تعرضي بلبنان يعني مطارح، وبتحس انه انت خلقتي جوك. وفي شغلتين عم بارده، يعني البينتينجز والفرنتشر ديزاين، يعني الفرنتشر بتعوزي يكون المكان يقدر يستوعب كل هالقصص، خصوصا انه بالمدينه الصناعيه وبمطرح بشتغل فيه، يعني انا بنزل على المعمل تحتي، بنزل بشتغل بطلع بصمم، يعني في بتصمم بنفسي بنفس البنايه. نعم اكيد. كثير حلو. ممكن تستقبلي فنانين ثانيين؟ اكيد. شو بتكون الشروط؟ بما انه انت اخترتي انه يكون عندك جاليري لإلك تما يكون في شروط. نعم. ولكن في شروط على الفنانين يلي بدهم. هلا هيك انا ما بحب كلمة الشروط، لأنه منا يعني واحد لازم يكون منفتح للفنانين، بس لازم كمان تكوني أنت حابة شغلهم ومقتنعة بشغلهم. هيدا إذا بدك تحكي بشروط، أول شغلة هي شرط، يعني أكثر مش ككوميرشال، إنه كشغل تجارة عم بعملها، يعني أكثر كمحبة للفنانين لهالنوع، يعني من تشجيع الفنانين. فينا نشوف على الهواء، يمكن انت جبتي لنا شريط بفرجينا شو في بهال بهالجاليري. هلا بنشوف بعد شوي، من جمعه او اكثر من اسبوع افتتحتي الجاليري، وكان اول مره بتنزلي معروضاتك فيه. هي ثاني مرة بستيت اوف ارت جاليري. ستيت اوف ارت جاليري. عم بتقولي لنا انه كمان الانتيريور ديزاين كمان معروض، شو بتعدي بروجياتك او لا؟ ما بعرض بروجيات كمفروشات. اكيد في ناس بتجي بتكون يا بتعرف بروجياتك يا بتطلع عليهم ببورتفوليو، بس هيدا المكان اللي بتشتغلي يعني فيه، ما بتعرضي، بتشتغلي يعني، بيكون في مكتبك. بتعرضي مفروشات؟ وبعرض مفروشات. شو هي المفروشات اللي بتعرضيها؟ وشو بتفرق عن غيرها من المفروشات؟ أكثر شيء عم بشتغل على طاولات وبوفيات، وكثير عم بشتغل على الخشب، وعم بستعمل أنواع خشب، عم بستعمل طريقة جديدة للماركتري إذا بدك، الماركتري هي قشرة بتحطيها على خشب، ما بيكون نوعيته كثير عالية، بس هي القشرة بتكون النوعية المبينة فيها. أنا عم برجع أشتغل على هالتنوع بالخشب وعكسهم ببعضهم، لأنه الماسيف. شو عم نشوف نحن على الهواء؟ نعم. كنا عم نشوف لوحة. هلا عم نشوف اللوحات. نعم. على الهواء. قولي لوحة. هودي بورتري، هولي في بورتريات، هولي لوحات قديمه، يعني ما كانوا بهال بستيت اوف ارت جاليري، بس هيك بلشت كثير اشتغل على البورتري وعلى شيء يكون كثير ريال، وهلا شوي شوي بدك تلاحظوا، يعني انا حابه انه فرجي كيف طورت. بس هالشخصيات او هالبورتريتس اللي عم تعطيها هيك شوي غريبه علينا،
مش كأنه مأخوذة من مجتمعنا. لا، في كثير. ليك اذا بدك تعرف، اذا بدك تحسي مع رسام لبناني، بدك تعتبري انه لبنان هو اصلا كل رسام لبناني منفتح لثقافات، وخصوصا ثقافات اسيوية. الهي اسيوية هون، بس حابة هلا بدهم يقطعوا بعدين، هو اللي كان اول قسم منه، حابة يبين كيف خلطت الثقافات مع بعض. ساندرا، شو العلاقة بين الهندسة الداخلية والرسم؟ ليك هو كله فن اذا بدك تحكي، يعني المهم انه الواحد يقدر يعبر عن فكرة، عن مشاعر، بس اكيد بالفن، الفن بتعبري اكثر بكثير عن هيدا الافتتاح الاسبوع الماضي لستيت اوف ارت جاليري، يلي هي برجع بذكر بسد البوشريه المدينه الصناعيه. خبرينا شوي عن المعروضات الحاليه. هلا المعروض هو بينتينجز، في من جميع، يعني اكريليك بينتينجز، وفي كبار صغار، وكفرنتشر ديزاين عندك مثل ما قلت لك طاولات اكثر شيء، هيدي مع السفيره النمساويه. نعم. فتحنا لما بنقول الطاولات، ليه مركزة على الطاولات أكثر شيء؟ بحس إنه بالطاولة أول شيء، بحس إنه الطاولة هينة تقدري تخترعي وتطلعي من الفانكشناليتي إذا بدك. يعني الكرسي ما فيك كثير تلعبي بأحجامها، بس الطاولة لأنه وظيفتها معروفة ومحدودة. نعم نعم، بس الطاولة هينة بالنهاية. واحد بده يغير طريقة تفكيره بالنسبة للطاولة. شو طاولة؟ بالنهاية بدك تحطي كباية أو تحطي صحن أو قصص صغيرة عليها، يعني منك عايزة يكون عندك هالمجال، ولا ضروري تكون مريحة، يعني ما عندك أشياء يعني بتحدك بتصميمها. مش هيك فيك عم نشوف طاولة من الطاولات نحن على الهواء، أو هيدا ديزاين لطاولة بيفي. رجعت اشتغلته بالخشب الماسيف، وهون عم بشتغل بالأسنسز. حرة أكثر بالتصميم. نعم. بالطاولات. لا مش كل، قلت انا عم بشوف شو العلاقه بين الهندسه الداخليه والرسم، عم تقولي لي كله فن. لا مش كل مهندس داخلي عنده هالموهبه، موهبه الرسم، خاصه البورتريات وال لا، في عندك انت كانه هيك علاقه قريبه بين هالاثنين. ليك صعب تحكي عن علاقه يعني بورتريتس اند بورتريتس، والهندسه الداخليه اكيد بدها تكون بورتريتس لطريقه للاشخاص اللي عم تعملي فيهم، عم تعملي لهم البيت، يعني اكيد بدك تعرفي تاخذي شوي بسيكولوجي الناس اللي راح تصممي لهم البيت او المطرح المكان. بس انت ساندرا بديتك رسامه. لا انا اذا بدك كنت دائما برسم، بس مع الوقت اكيد درست الهندسه وفتت بالهندسه. نعم. الداخليه كان استفدت من انك بترسمي، وانه الالوان عندك لها كثير قيمه باختصاصك. نعم اكيد 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 في تاثير، وخصوصا مش بس بالالوان، التاثير اكثر شيء على طريقه اللي انت بدك تحكمي حالك اذا بدك، او تطوري حالك وتفكري، تطوري تفكيرك، وما تقبلي انه تشتغلي على الكونسبتس تبعولك. هذا ساندرا خير، بتمنى لك كل التوفيق. ستيت اوف ارت جاليري بسد البوشريه المدينه الصناعيه، واكيد رح نبقى نشوف فنانين كمان زملاء لك يكونوا عم يعرضوا بهالجاليري. اهلا وسهلا فيك. هلا وقفي اعلانيه، بنرجع بنتابع لايف.